في فيديو اليوم رح انزل بقناتي لاخر شيء لنوصل لاول فيديو نزلته في اليوتيوب لنشوف الفضايح مع بعض، فخلينا نحكي على الموضوع اكثر. مرحبا يا جماعه، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. والله يا جماعه قبل ما نبلش بالفيديو لسه مش حاط لايك احط لايك للفيديو، اذا محط لايك والله اني بستاهل لايك، ليش بعدك مش حاط لايك؟ واللي ما اشترك بالقناه يشترك بالقناه، واللي لسه ما كبل زباله يروح يكبل زباله ويرجع يكمل الفيديو. بتعرفوا انا يوتيوبر هادف لازم انصح متابعيني في بدايه كل فيديو. واسف اني بصور بدون طاقيه بس طاقيتي نسيتها في بيت ايمن والجو برا كثير برد، يعني مستعد اصور الفيديو بوكسر ولا اني اطلع من دار هسه بالجو هذا. والله كثير خرف، غيرت رأيي بدي اروح اجيبها. A few moments later. المهم يا جماعة، بصفت رئيس مركز امن شرطة اليوتيوب اليوم كنت اخذ جولة تفقدية في المحتوى العربي، فطلع لي هذا الفيديو ردة فعلي انا والشباب على مقاطع القديمة. فقلت فكرة حلوة، ليش ما اروح اعمل فيديو على الماضي تبع اليوتيوبر؟ بعدين قلت احا، ليش ما اعمل فيديو على الماضي الاسود تبعي؟ اذا في اولاد صغار لا تخليهم يحضروا الفيديو، لانه كمان شوي رح نعرض مخلوق غريب، رح نعرض حبة بيض عامل فيديو على يوتيوب، حبة بيض ناطقة. مش الفيديو لي، انا مش طايق احضره، انا مش طايق حالي فيه. كل يوم الصبح بصحى بحكي بدي امسح الفيديو، بعدين بحكي لا ابو هيكل لا تتغير وتصير زي هذول اليوتيوبر اللي بيستحب ماضيهم وبيمسحوا فيديوهاتهم القديمة. اسم الفيديو اغبى بداية في تاريخ اليوتيوب، الصورة المصغرة ضياء علياء ونادي الزعبي، ما حدش يسألني ليش حاطهم لان انا نفسي ما بعرف. ما كنت اعرف شو اليوتيوبر بحط صور مصغرة، صرت اقلب صور التليفون، لقيت صورة ابوي، جبت احط صورة ابوي لقيت تحتها صور ضياء علياء ونادي الزعبي، قلت خلص حطها. المهم يا جماعة خلينا نروح نشوف الفيديو مع بعض، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في انجاز هذا العمل الخرا. والله بداية مباركة بصراحة، بالبداية هاي تقدر تنادوني ام سيف، نادوني بسنت اسماعيل، نادوني باسم اي حدا كذاب، لانه اصلا ما كانش عندي مكيف حتى اطفيه، مروحة فيش عندي. قلت لي طفيت المكيف يا عرصة، اقسم بالله العظيم اني عشت شعور الفاصوليا المنقوعة بمي سخنة قد ما كان الجو شوب. بعدين يا سيدي لنفترض انه عندك مكيف، تطفيه ليش يا زلمة؟ من متى المكيف له صوت؟ هو مكيف ولا خلاط؟ ابو هيكل بعرضك، سيبك من حركات ام سيف، ما راح تيجي عليك شركه اليوتيوب تقول لك اوه طفيت المكيف شكرا لك وصلوا 100,000 يا شباب طفى المكيف. قد ما كانت الدنيا شوب كنت بنحرق حرق بالغرفه، قلت اكيد انا لي فتره ميت وحاليا احنا بيوم القيامه قاعد بتحاسب على كل حدا تنمرت عليه بحياتي. خلينا نعدي نقطه المكيف، بلاش اضل احكي عنها لاخر الحلقه. ما هو مش قادر، ما راح يجي عليك واحد يقول لك اوه فيش عندك مكيف يا حرام، لا خلص مش راح اشترك بقناتك. السلام عليكم يا جماعه واهلا وسهلا فيكم. من ولك انت ما نسيت المقدمة، انت فيش عندك مقدمة اصلا. السلام عليكم يا جماعة واهلا وسهلا فيكم. من بعدين ليش بتنطط وانت بتحكي هيك؟ معك بصور عادي فضفض لي. السلام عليكم. السلام عليكم. شو حي يا زلمة دغني من الشاشة كمان شوي. إذا بدهاش شي بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدهاش شي مش السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا جماعة واهلا وسهلا فيكم. من بعدين شوفوا قديش كاين كيوت وبريء. السلام عليكم ورحمة الله هسا مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. بتحس بدي اشوط اللي بحضر بوكس كمان شوي، بس هي شخصيتي الحقيقية يعني هذا هو انا، اما اللي حضرته قبل شوي هذا كائن برمائي غريب انا غير مسؤول عنه نهائيا. يا جماعة انا عارف ان الحلقة هي راح تكون غبية كثير، فعشان ما يكبر الغباء راح احاول اصغر الحلقة قد ما اقدر. فاتوقع راح اخذ 5 أسئلة من الانستغرام وخمس اسئلة من الفيسبوك وراح نجاوب عليها بشكل سريع. جينات ام سيف مش راضي تتركني، انا عملت الانستغرام قبل ما انزل الفيديو بساعة، يعني كان عندي صفر متابع وحسابي الفيسبوك اصلا كان محذوف، ما في حدا يسالني لا ارد على اسئلته اصلا، انا رحت على اصحابي قلت لهم بالله عليكم اسالوني بالتعليقات بس عشان اقدر اعمل فيديو. راح اخذ 5 أسئلة من الانستغرام وخمس اسئلة من الفيسبوك. اذا حساب فيسبوك فيش عندك وانستغرام صفر متابع، بدك ترد على اسئلة مين؟ بدك تستحضر الجن عشان يسالوك؟ وتابعوني على انستغرام صحيح، هسه صار عندي 30,000 متابع، يعني صار في ناس يسالني وارد على اسئلتكم. بعدين شوفوا كميه العرق على وجهي يا جماعه، يعني مش ضايل امي تفتح علي الطنجره وتغزني بالشوك تشوفني مستوي ولا لا. على سيرة امي، يما شكرا كثير على كاسة السحلب، بس بالله عليك عمرك شفت حدا بالتاريخ بحط بهارات مقلوبه على السحلب؟ يما سيبك من وصفات الطبخ اللي بتحضريها على التيك توك، ترى راح تجيبينا جول فيهم. اول سؤال، وين ساكن وكم عمرك وكيف انشهرت؟ هسا اسم وين ساكن؟ 22 لا وين تكمع؟ يا الله شو ام البيض هذا؟ انا ليش هيك عملت؟ اقسم بالله العظيم حاسس حالي بحضر فيديو لبيسان اسماعيل قد ما هو بيض. بعدين هذا السؤال اصلا اول سؤال انا سالته لحالي من تليفون ايمن، ما كان في حدا يسالني، اقسم بالله العظيم اني مكافح، يعني جد شكرا الي اني ساعدت حالي اعمل هذا الفيديو. هسا عمري 22 سنة وساكن في الاردن، بس كيف انشهرت هاي فيها غلط شوي، لانه انا الكل بيعرفوني بحياتي اتوقع 12، 9 منهم اهلي والباقي اصحابي. بعدين لحظه، شو سالت حالي باول فيديو لي على اليوتيوب؟ ابو هيكل كيف انشهرت؟ انا كاتب السؤال بايدي، يعني عادي ممكن اكتب لحالي ابو هيكل انت كثير حلو، يا الله شو انك كيوت، ممكن ابوس خشمك؟ يا زلمه الله ياخذك يا زلمه، لا يا رب ما تاخذه، والله كنت امزح. وكم عمرك
وكيف انشهرت؟ يلعن ام الحكمة والفن. لا بسأل حالي وبرد على حالي، ولا وعامل حالي متواضع على مين؟ على حالي. ابو هيكل انت كيف انشهرت؟ لا يا زلمة الله يسامحك، لا مشهور ولا شيء، فيش حدا بيعرفني اذا امي واهلي وكلهم 7-8 مليون مشاهد اللي عندي يا زلمة. ساكن في الاردن بس كيف انشهرت؟ هاي فيها غلط شوي. لا قال بسال حالي وين ساكن وبرد على حالي بالاردن. لا اذا معقول عاد ملامحك اوروبيه وخشمك خشم واحد كندي، خصوصا لغتك لغه واحد لبناني. اذا ما احنا عارفين بالاردن وين ساكن بالاردن. ايهاب بسال ايش راي اهلك واللي بتعمله هسه. اهلي بالدار مش طايقيني، بالدار مش طايقيني، بدهم يطقون على اليوتيوب والله بجوز عاملين البلوك قبل ما بلش اصلا. طبعا بحب اشكر صديقي ايهاب اللي سالني هذا السؤال، بعد ترجع يومين على الواتساب يروح يسالني اي شيء، وحاب اقول لك الله يلعنك على هيك سؤال. ايهاب بسال ايش راي اهلك واللي بتعمله. كيف بدي اجاوب اهلك على هيك سؤال باول فيديو لي على اليوتيوب؟ يا زلمة اهلي لهسه ما بيعرفوا انا شو بعمل. ابوي بيقول لي شو بتشتغل؟ بقول يوتيوبر. بقول لي يعني بتطلع مصاري؟ بقول اه. بقول لي روح موفق الله يرزقك. ابوي ما دام بشوف دخلي كويس واموري تمام تاركني بحالي. امي وظيفتها اي حد بيعمل عني فيديو تدعي عليه، اي حد بيعمل عني فيديو دير بالك. شو رايك بالتنمر؟ هسه التنمر له تعريف واحد، اي انسان زي نادية الزعبي لازم تتنمر عليه، التنمر عليه بيكون واجب وطني يعني. غير هيك لا، حرام التنمر، حرام مش لازم تتنمر. شايفين كم ثاني هذول؟ عشانهم ثاني يوم توقفت عند وحده الجرائم الالكترونيه عندنا في الاردن ورحت ما انحبس حرفيا. دول ما اجى ابن خالي تكفلني باخر لحظة. تخيل تيجي بدك تبلش باليوتيوب تحكي لحالك انا بدي اكون يوتيوبر انتقاد ومش راح اسحج لحدا ومش راح ارحم حدا وطز بالكل ومش سائل على حدا، بس شو بتكون خايف شوي من انه اللي بتحكي عنهم يشتكوا عليك، وبعد اول فيديو ثاني يوم تكون محبوس بدك تكمل باليوتيوب. اي انسان زي نادية الزعبي لازم تتنمر عليه. هسه لو كنت شخص عادي اكيد ما راح تكمل، بعد اول فيديو صار معك زيك راح توقف، بس انا ابو هيكل يا بس انا ابو هيكل يا زلمه ومعي الهياكل، ما بنخاف لحدا وما بنحط واطي لحدا. اي انسان زي نادية الزعبي لازم تتنمر عليه. طبعا بحب اوجه تحيه لنادية الزعبي ملكه التنمر بالاردن اللي بدها تتنمر على كل الاردن بس ما بدها حدا ينتقدها. اه هي هيك. من يوسف هسه بسالني هل شايف اليوتيوب راح يضيف لك شيء على المستوى الشخصي او السوشيال ميديا؟ هسه على السوشيال ميديا ما اتوقع، يعني ممكن انت بتكون شايف بتشوف الحلقه هاي حاليا يمكن يكونش عليها 200 فيوز او 300 فيوز، بس على المستوى الشخصي اه ضافت لي اني موقع عقد مع شركه رعايه فاستفدت ماديا. هو فعليا اه بجوز قعدت 3 شهور ما عليها 70 مشاهده، بس بعد ما بلشت اطلع باليوتيوب صار اي حدا بحضر الفيديو يصير عنده فضول فيرجع يحضر اول فيديو الي. هسه عليها بجوز 35000 مشاهده، في 35000 واحد شافني وانا معرق وضاب اذاني جوا الطاقيه. يلعن ام الاحراج. على المستوى الشخصي اه ضافت لي اني موقع عقد مع شركه رعايه. وانتم يا شركه بلاتينيوم كيف رعيتوني يا زلمه؟ كنتوا مضروبين على راسكم يا سيدي، رعيتوني وخلصتوا بعد ما شفتوا اول فيديو الي، ليش كملتوا معي؟ انا اكون شركه واجي ارعى واحد صانع محتوى واشوف اول فيديو له زي هيك؟ روح انقلع ما ايش مصاري اعطيك. ايش راح يكون محتوى القناه؟ هسه شوف محتوى القناه هو نقد ساخر للمحتويات الهابطه والناس البيض، فاهم عليك؟ بس في ناس بسموه تنمر، بس ما اتوقع انه تنمر، يعني لما تكون تنتقد محتوى ما بتوقعش انه تكون تتنمر، يعني لما واحد زي ضياء عليان لما تحكي له محتوى انت ما بتكون تتنمر عليه. هذا درس للناس، الفرق بين الانتقاد والتنمر. بس برضو ضياء عليان اشتكى علي. المشكله انه بعده في ناس ما بتفرق بين انتقاد المحتوى وبين التنمر. مثلا بتكون عامل فيديو بتنتقد فيه اغنيه، بيجيك واحد بحكي لك لا تتنمر على الاغنيه. يا زلمه كيف بدي اتنمر على الاغنيه؟ في اغنيه قصيره، في اغنيه خشمها كبير، كيف بدي اتنمر عليها اغنيه يا زلمه؟ بتسال هل اصلا محمد هيكل من الاردن او من فلسطين؟ والله انا اصلي نسوانجي، وين ما في نسوان انا بكون بنتمي للمكان اللي فيه نسوان. انا ما عندي اي تعليق على هاي اللقطه بصراحه، وانا غير مسؤول عنها نهائيا. كنت تحت تاثير رائحه جربات ابن عمي، كان ابن عمي عندي وخنق اهلي بريحه جرباته وبطلت اعرف شو بحكي. والله انا اصلي نسوانجي. بس انه مالهم النسوان؟ في احلى من انه يكون عندك 17 18 وحده ام هيكل؟ انا بدي وحده بس والله. يا اخوان بنسامح امي على كاس السحلب لانها عملت لي زنجر، بس يا رب ما تكون حطيت عليه بهارات سمك هسه. من الجمعة الجاي راح يبلش المحتوى الحقيقي تبع القناة، فاعمل سبسكرايب. سلام. هاي أسوأ خاتمة فيديو بالتاريخ. حط سيجارة على إذنك المرة الجاي وطعم اللي بحضروك بالمرة. وبس والله يا جماعة هذا كان الفيديو لليوم. لايك شير من شير سبسكرايب حركات تعملوا دائما، وبلاتيوم رابع 15 شوية يمكن تقولوا بعدين فينا نقول اليوم شو نقول جاب فيديو سيجارة عارف. طن 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 بيو بيو طن 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 بيو بيو